يومكم سعيد. معاكم دكتور وليد لطفي، تشيرمان شركة أوميجا لاب. اسمحوا لي إن أنا النهاردة أكلمكم عن موضوع جديد، هو إزاي نعمل تأخير لظهور الشعر الزائد ومنع نموه في الأماكن غير المستحبة. إحنا النهاردة بنتكلم عن موضوع مش عن طريقة لإزالة الشعر، ولكن طريقة لمنع ظهوره مرة أخرى، بمعنى إن إحنا هنمنع ظهور الشعر تماما في الأماكن غير المستحبة. الطريقة دي طريقة استخدمت في العصور القديمة، استخدموها أهالينا في جنوب الوادي نتيجة استخدامهم لعشبين، عشب من مصادرنا الطبيعية يعني من الأرض، وعشب آخر كان بيجي مع الرحلات القادمة من الهند والصين. العشبين دول أو العشب اللي كان بيجي من بره أو بيجي نتيجة الرحلات التجارية هو العشب الكركم، وكمان من يعني اتكلمنا عليه قبل كده في فيديو ككركم في استخداماته كمان في البطن واستخدامه في كل شيء، لكن النهارده هنتكلم في جزء معين وهو ازاي استخدمه في إزالة او في منع ظهور الشعر في الأماكن غير المستحبة. كمان هنتكلم عن العشب الآخر اللي هو موجود بقى في وادي النيل، هو عشب السعد او فيما يسمى في جنوب مصر بعشب السد. العشب ده سمي السد لانه يتمتع بقدرته على الانبات في الاراضي الرطبه شديده الرطوبه. كمان سمي في شمال مصر بعشب السعد او السعد لانه بيجلب الخير في راي الناس. عشب السعد او السد مش بعيد عننا خالص، هو بيطلق عليه في مصر حب العزيز، لكن احنا النهارده في البروسيدور بتاعنا او في التركيبه بتاعتنا مش هنستخدم الثمر اللي هي ثمره حب العزيز، ولكن هنستخدم الريزومات او جذور عشب السعد. كمان لو اتكلمت عن عشب السعد هتكلم انه اقوى نبات ممكن استخدمه في علاج الفطريات، كمان رائع جدا في انه يثبط صبغة الميلانين او تصنيع صبغة الميلانين في الجلد، وبالتالي له تأثير رائع في تفتيح الجلد، ولكن اذا استخدم بالطريقة السليمة. اهم حاجة ان احنا ازاي نطلع المادة الفعالة، ازاي نستخدمها بطريقة فعالة. النهاردة هنستخدم ازاي نطلع المادة الفعالة من العشبين دول، سواء كان الكركم، هذا العشب الرائع المضاد للالتهابات الذي يزيل الحكة إذا وضع على الجلد، الذي يمنع مستخلصه نمو الخلايا السرطانية. هذا العشب الرائع إذا استخلصت من هذين العشبين المواد الفعالة بالحقيقة، يعني مواد فعالة حقيقية بطريقة استخلاص صح، هقدر فعلا أحصل على فائدتين عندما يندمج معا في تركيبة واحدة واصنع منهم مركب أو تركيبة أو مستخلص أقدر أعمل منه منع ظهور الشعر في الأماكن غير المستحبة وتأخير ظهوره تماما. هنشوف برضو الطريقة ديت، وهنشوف وهنخش المعمل مع بعض ونشوف طريقة التصنيع. طبعا هنعمل طريقتين للاستخلاص. الطريقة الأولى هنستخلصه بطريقة أو تكنيك معين، هو تكنيك الكحول والمية، وهنستخدم المستخلص منه في عمل كريم، ودي هتكون الطريقة الأولى اللي هنتفرج عليها ونشاهدها. والطريقة التانية هتكون باستخلاص المركبين دول بطريقة استخلاص الزيت أو استخلاص الزيوت الموجودة فيهم داخل حامل زيتي أيضا، وهنستخدمهم كزيت أو يعني كلوشن للجسم، في برضو استخدامهم في التخلص من الشعر الزائد ومنع ظهوره في الأماكن غير المستحبة. الطريقة الأولى اللي هنستخدمها هي طريقة تصنيع الكريم. احتياجاتنا هتكون عبارة عن 50 جرام من الكركم، ولكن جذور الكركم وليس مطحون الكركم، يعني الكركم الكامل. 50 جرام من ريزومات عشب السعد أو السعد أو السد. كمان هنحتاج 10 جرام من شمع الاستياريك، و10 جرام من شمع اللانيت أو، و10 جرام من زيت البرافين. هنحتاج 200 ملي مية، وهنحتاج 20 ملي من الكحول. ونخش المعمل دلوقتي ونشوف مع بعض الطريقة
ازاي هنقدر نستخدم كل الحاجات اللي انا قلتها ديت في تصنيع كريم رائع يستخدم في منع ظهور الشعر. مهم جدا هنقول بعد طريقة التصنيع كيفية استخدام هذا الكريم لآخد منه نتيجة رائعة في منع وتأخير ظهور الشعر في الأماكن غير المستحب. خلي بالكم ان استخدام الكريم بالطريقة السليمة والابليكيشن الصح هو اللي هجيب النتيجة اللي احنا بنتمناها. نشوف خش المعمل ونشوف مع بعض. ودي الطريقة الاولى لعمل كريم يمنع ظهور الشعر وينهيه تماما في الاماكن غير المستحبة. زي ما احنا شايفين دي جذور الكركم وكمان ريزومات عشبة السد تم تجهيزها. طبعا احنا استخدمنا الجذور الكاملة والريزومات الكاملة، ده عشان يساعدنا زي ما اتفقنا في عملية الترشيح ما يحصلش مشكلة في الترشيح، لان المخلوط المائي او المستخلص المائي بيكون صعب جدا في ترشيحه. زي ما احنا شايفين ان احنا تم غسيل الجذور والريزومات وتجهيزها، وهنبتدي نعمل لها دلوقتي التجهيز الاخر اللي هو وضعها في الكحول لمدة 5 ايام. طبعا احنا وضعنا للريزومات والجذور بتاعة الكركم وعشبة السد في الكحول ده لاستخراج اكبر كمية ممكنة من المواد الفعالة. احنا عارفين كمان، وده يمكن احنا ذكرناه في الفيديو الخاص بالكركم، ان المشكلة في الكركم وعشبة السد ان المحلول المائي لها صعب جدا استخلاصه، فبنستخدم الكحول عشان نطلع المادة الفعالة. زي ما احنا شايفين ده المستخلص اللي خرج بعد 5 ايام، بعد كمان ما اضفنا اليه كمية المية اللي هي 200 ملي مية. زي ما شايفين بعد اضافة المية للكحول والمستخلص ادانا اللون اللبن الاصفر او لون لبني اصفر، يعني بيعمل زي ايمالشن من الزيت اللي احنا استخرجناه او زيوت او المواد الفعالة اللي احنا استخرجناها مع المية. طبعا المرحلة اللي جاية هي مرحلة ان انا لازم ابتدي اعمل عليها مرحلة التسوية، وهنشوف مع بعض ليه انا بعمل التسوية عشان برضو استخرج اكبر كمية ممكنة من المستخلص اللي موجود داخل الريزومات. طبعا زي ما احنا عارفين واتكلمنا قبل كده اهمية الكركم، اهمية عشبة السد على الجلد، ان ليهم تأثير رائع جدا على الجلد. زي ما احنا كمان شايفين دلوقتي الدروبلت الزيوت المستخلصة زي ما احنا شايفينها موجودة على سطح المستخلص. طبعا احنا لما نبتدي نعمل عملية التسخين لمدة نصف ساعة بنحصل على زي ما اتفقنا على اكبر كمية ممكنة من المستخلص. في حاجة تانية المهم ان انا اثناء عملية الاستخلاص على النار ما بحطش المستخلص على النار المباشرة، ولكن بستخدم البليت الكهرباء، وده عشان انا حاطط كحول في الاول، واحنا بنعمل كمان ده عشان نتخلص من كمية الكحول الموجودة. طبعا ليه بليت كهرباء؟ عشان الكحول اثناء تبخره من المستخلص ما يشتعلش وتحصل مشاكل، فاحنا هنستخدمه هنحطه على بليت من الكهرباء. دي اثناء عملية الاستخلاص بالحرارة، وزي ما احنا شايفين فعلا ان الكحول بدأ يتصاعد ونتخلص منه، ومهم جدا ان نتخلص من الكحول عشان وانا بعمل الكريم ما يبوظ ليش الكريم. بسيبه نص ساعة على نار هادية، حتى لو انا حسيت انه بدأ يغلي بسيبه يكمل النص ساعة دي، مهمة جدا للتخلص من كمية الكحول الموجودة، وفي نفس الوقت كمان لاستخلاص اكبر كمية ممكنة من المادة الفعالة. بعد كده بتيجي المرحلة اللي بعد كده، ان انا ابتدي اخد بقى المغلي اللي انا عملته ده وابتدي ادخله في مرحلة الترشيح وارشحه واتخلص من كل المواد الصلبة. وده زي ما احنا شايفين شكل المستخلص بعد الترشيح وبعد حصولي على
المادة الفعالة دايبة فين؟ في المية. طبعا زي ما احنا شايفين اللون بتاعه اللون الأصفر البرتقالي، وده لون المستخلص الناتج من استخلاص الكركمين أو مادة الكركمين والمواد الفعالة الأخرى زائد المواد الفعالة الموجودة في عشبة السعد وهي الأنسوسيانيدين. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي بضيف التراي إيثانول أمين، وهنشوف ايه اللي هيحصل. هنشوف بعد إضافة مادة التراي إيثانول أمين المادة دي تغير اللون للون الأحمر البرتقالي، والسبب في كده ان قاعدية مادة التراي إيثانول أمين وهي مهمة جدا اللي انا عمل الكريم، فبضيفها على المستخلص المائي ل عشب الكركم وعشب السعد. ومهم جدا ان نعرف ان طبعا من الفوائد الجميله لاستخدام الكركمين استخدامه كانديكيتور للبي اتش. دلوقتي احنا بنوزن حامض الاستياريك او شمع الاستياريك، زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنوزن الكميه، وشمع الاستياريك من الشموع الرائعه في عمل الكريمات والشموع السهله والطرق السهله، وهو ده اللي هيتعادل مع التراي إيثانول أمين اللي احنا اضفناه في مستخلص الكركمين وعشبة السعد. هنشوف دلوقتي برضو كمان ان احنا بعد ما بنوزنه بنوزن كمان معاه المادة الاخرى اللي اتكلمنا عليها وهي شمع اللانت او، واللي بحضر منها زي ما احنا شايفين اللانت او بيظهر كحبيبات كروية بتختلف من شكل لشكل او من شركة لشركة او الشركة المنتجة. اللانت او لما بينضاف للكريم بيدي ملمس رائع للكريم وبيديله الليونه اللي احنا منتظرينها عشان التكتشر بتاع الكريم برضو يكون كويس، بحيث ان احنا ما يسبب لناش اي كومبلين او اي مشكله اثناء وضعه على الجلد. في نفس الوقت بحط برضو كميه زيت البرافين اللي احنا اتفقنا عليها، بوزنها وبجهزها. زيت البرافين برضو من الحاجات الجميلة اللي هيبقى زي الكارير او الحامل اللي هيخليه يخش الجلد او البرودكت يخش الجلد. ببتدي اضيف كل الشموع على بعض، بضيف حامض الاستياريك او شمع الاستياريك، كمان بضيف بعدي اللانت او، وابتدي اخلطهم واحطهم على النار عشان ابتدي اعمل عملية الصقع. مهم جدا ان اثناء عملية الصهر اني لما اوصل لمرحلة الانصهار مع اخر حبة لانت او او حبة شمع استياريك ما بزودش عن كده عشان ما يحصلش تبخر للشموع وتتحرق جزء منها. فانا مجرد ما بتدوب اول اخر حبه لانت او اخر حبه استياريك هو ده درجه الحراره اللي انا منتظرها. طبعا ما بحطش الترمومتر بتاعي في الشموع، وده سبب ان درجه حراره انصهار الشموع بتبقى عاليه جدا فممكن تفجر لي الترمومتر، فعشان كده انا بحطها ومع اخر حبايه لانت او حبايه شمع استياريك ببتدي اطفي النار وابتدي احصل على المنصهر او مصهور الشموع اللي هستخدمه في عمل الكريم. اثناء ما انا مجهز الشموع وصهرها بكون كمان في نفس الوقت بسخن المستخلص بتاعي لدرجة 70 درجة مئوية. مهم جدا ان ما يزيدش عن 70، يعني اكتر حاجة ممكن اوصل لها هي 80 درجة، ما يكونش وصل لمرحلة الغليان عشان يبتدي الكريم لما يبتدي استخدمه او احطه يبتدي يحصل عملية الربط اللي هتتحول لي الشموع والزيوت والمية لحاجة واحدة وهو الكريم اللي انا بجهزه. احنا دلوقتي في انتظار عملية الانصهار، ما بتاخدش وقت كتير. طبعا انا بحطه على نار هادية عشان برضو ما تحصلش عملية احتراق لأي نوع من انواع او جزء من الشموع. مهم جدا اعرف ان الكريم اللي انا بستخدمه من مستخلص الكركم ومستخلص عشبة السعد ده زي ما اتفقنا قلنا لعملية منع ظهور الشعر وإنباته والقضاء على جذوره في الأماكن غير المستحبة. وقلنا طبعا هنقول في جزء من الفيديو على طريقة
استخدام. وزي ما احنا شايفين الزيوت بقت هنا في حالة او في وضع الانصهار، ومع اخر حباية فعلا بدأت تنصهر كله. هبتدي ارفع المستخلص، سوري المنصهر، من على النار عشان ابتدي هستخدمه وهجهز التركيبة هتكون شكلها عامل ازاي. وبكده بكون وصلت لمرحلة الانصهار الكاملة للشموع. زي ما احنا شايفين بتبتدي تنصهر اكتر واكتر، بوصل لدرجة حرارة معينة هي ما قبل حدوث عملية تبخير الشموع والزيوت. المرحلة دي مهمة جدا، ان درجة حرارة الشموع لازم تكون عالية وفي حالة الانصهار الكامل. هنا ببتدي بقى في المرحلة اللي بعدها اسخن المستخلص اللي انا حطيت عليه التراي الثانوي الامين برضو، واوصل بيه لدرجة من 70 لـ80 درجة، مهمة جدا لان المرحلة اللي جاية هي مرحلة الربط، ومهم جدا ان اوصل لهذه الدرجة. طبعا زي ما اتفقنا ان اللون الاحمر اللي احنا شايفينه ده هو لون تفاعل مادة التراي الثانوي الامين مع مادة الكركمين، وبتدي اللون الاحمر، وده دليل على تفاعل مع قاعدي وهو التراي إيثانول الأمين. وزي ما قلت لكم قبل كده ان ممكن استخدام الكركمين او بيستخدم في المعامل كمادة كاشفة لدرجة وحموضة وقلوية المواد. انا ابتدي دلوقتي وصلت تقريبا لمرحلة 70 درجة او 80 درجة، وهي دي المرحلة اللي ابتدي هاخد منها المستخلص وانزله من على النار وابتدي اعمل عملية الربط، ربط المستخلص الشموع. في نفس الوقت في حاجة مهمة جدا، انا اهم حاجة ان انا بضيف الشموع على مستخلص المائي، يعني ما ينفعش احط العكس لان انا هنا هعمل مشكلة كبيرة، هتتكون يعني زي تجمعات من الشموع ومش هيتكون الكريم. فانا بحط الشموع على المستخلص المائي لعشبة الكركمين وعشبة السعر شوية شوية، وابتدي مع التقليب بشوف كده نجد ان التفاعل بدأ يظهر وبدأ الكريم يظهر فعلا. الكريم بدأ اهو زي ما احنا شايفين. كل ما بقى ابتدي اضيف الشموع بناء على المستخلص المائي نبتدي يحصل ظهور للكريم، وابتدي يتغير اللون فعلا للون الاصفر الطبيعي للكركم، وكل ما بضيف يبتدي يديني اللون الفاتح 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 فعلا. ده لان حصل تعادل ما بين شمع الاستيريك الحمضي مع التراي الثانول الامين اللي كان مدي اللون الاحمر للمستخلص. بستمر في التقليب حتى ابتدي تقريبا كل ما ابتدي اقلب كل ما الكونستيتونس بتاع الكريم تبتدي تبقى احسن، او التكتشر بتاع الكريم تبقى احسن وتركيبته تبتدي تتماسك ويديني الكريم. في الاول بيكون في الشكل السائل بسيط، ده لانه هو لسه درجه حرارته عاليه جدا. المرحله اللي بعدها ان انا بسيبه يبرد، ما بقلبوش كتير اثناء ما هو بارد عشان ما يحلش تاني ويفك. وهنشوف دلوقتي شكله بعد تمام البروده، اي في الحاله اللي احنا المفروض نكون جاهزين لاستخدامه. طبعا هو لونه بيبتدي يغمقي اكتر مع وصوله لحاله البروده، زي ما احنا شايفين اللون ادانا اللون الطبيعي للكريم، ودلوقتي هو فعلا جاهز للاستخدام. طبعا كل لما بيكون بيبرد بيديني اللون الطبيعي بتاعه ويديني كمان التكتشر اللي انا منتظره كشكل كريم ممكن استخدمه على الجلد لمنع ظهور الشعر في الاماكن غير المستحبه. واتمنى تكون الطريقه دي طريقه سهله، وهو ده بعد ما وضعه في عبوه للاستخدام. يستخدم زي ما اتفقنا، هنشوف ازاي يستخدم وفي الفيديو طريقه الاستخدام. شكرا، واتمنى لكم تكون مشاهده ممتعه. ودي كانت الطريقة الأولى لتصنيع الكريم اللي اتفقنا عليه.
اللي هو الكريم الذي يوضع على الجلد فيمنع ظهور ويؤخر ظهور الشعر في الأماكن غير المستحبة. في نفس الوقت الطريقة دي لو كانت صعبة شوية على انكم تحصلوا على بعض المركبات زي الشموع، لكنها متوفرة وسهلة جدا. هنستخدم طريقة تانية برضو لإنتاج، المرة دي مش كريم ولكن هننتج زيت او مستخلص زيتي، برضو هيدينا نفس النتائج اللي احنا بنرجوها. المرة دي هنستخدم 50 جرام من مطحون الكركم و50 جرام من مطحون عشب السعد او السد، وذلك اللي احنا المره اللي فاتت احنا او في الطريقه الاولى استخدمنا الجذور الكامله للعشبين، لكن هنا هنحتاج جدا، وده هنشوف ليه في المعمل، هنحتاج مطحون الكركم ومطحون عشب السد 50 جرام و50 جرام، هنحتاج 100 ملي من زيت البرافين 50 مقسمين الى جزئين بالمنتصف 50 و50، هنحتاج 20 ملي من زيت الزيتون او زيت جوز الهند، وضروري احد هذين الزيتين لازم نستخدمهم، برضو مقسمين 10 ملي لكل مستخلص. اتمنى انه تكون الطريقة التانية تعجبكم وتكون نتائجها رائعة وتكون اسهل من الطريقة الاولى. اشكركم. ودي هتكون الطريقة التانية لتجهيز طريقة سهلة لمستخلصات الكركم وعشب السعد. زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنحضر الخلاصة الزيتية لعشب السعد بعد ما نقعنا عشب السعد في زيت البرافين وزيت الزيتون لمدة 5 ايام. المرحلة الاخيرة ان انا بحطه على البليت لمدة 10 دقايق عشان استكمل عملية الاستخلاص الزيتي للمواد الفعالة. طبعا احنا هنا بنقول طريقة سهلة، وده سبب عشان الناس اللي هتستصعب طريقة الكريم، فهنا دي طريقة سهلة، تحضير زيت او خليط من مستخلصات زيتية لعشب السعد وعشب الكركم. زي ما انتم شايفين ده الزيت المستخلص بعد الترشيح، لازم يكون في الشكل الرايق، وده بنكرر العملية ايضا في الكركم، وده برضو مستخلص الزيتي للكركم، وزي ما احنا شايفين اللون الاصفر الفسفوري اللي خرج نتيجة هذا الاستخلاص. وزي ما احنا عارفين حاجة مهمة جدا ان الكركم استخلاصه بالزيت بيدي نتائج رائعة. وبنشوف دلوقتي الاثنين مع بعض، الكركم مستخلص الكركم الزيتي ومستخلص عشبة السعد الزيتية، هيتم الخلط ما بين الزيتين مع بعض او المستخلصين الزيتيين مع بعض لتكوين مستخلص او خليط من المستخلص بتاع الكركم والسعد، وبكده بتكون دي اسهل طريقة لاستخلاص المواد الفعالة وعمل زيت يدهن على الجلد لمنع ظهور الشعر في الأماكن غير المستحبة، المنع التام، بحيث يؤثر هذا الزيت المحضر أو الكريم اللي احنا حضرناه في الطريقة الأولى على نمو الشعر، ويقلل من قدرة البصيلات الشعر على النمو، وبالتالي عدم ظهورها مرة أخرى في الأماكن غير المستحبة. أرجو أن تكون الطريقة دي سهلة، بتعتمد فقط على المدة اللي هنقع فيها أو أعمل فيها عملية النقع أو الغمس للكركم وعشبة السعد في زيت البرافين أو خليط زيت البرافين مع زيت الزيتون، حسب ما احنا قلنا في طريقة الوصف النظرية. وبعد كده ببتدي أحطه في عبوات أو عبوة سهلة الاستخدام عشان استخدمه في الابليكيشن بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها، طبعا مع العلم ان الكريم افضل في التاثير. اشكركم وشكرا للمشاهده. ودلوقتي نتكلم عن طريقه استخدام المستخلصين او الابليكيشنز اللي احنا صنعناهم سواء كان الكريم او الزيت، حتى نحصل على النتيجه الكامله لتاخير ومنع ظهور الشعر في الاماكن غير المستحبه. أول خطوة بعملها إن أنا بعمل إزالة للشعر من جذوره بأي طريقة من الطرق المعروفة، يبقى إزالة الشعر من المكان غير المستحب بأي طريقة معروفة من جذوره.
تاني يوم بالظبط ببتدي استخدم الكريم او الزيت، بعمل ابلكيشن ليهم على الجلد في المكان اللي انا زلت منه الشعر ازاله كامله من الجذور، بسيبه لمده من 2 لـ 3 ساعات يوميا، وبعدين ابتدي اعمل ازاله بالتنظيف بالاستحمام. المره اللي بعدها تاني يوم نفس الطريقه، تالت يوم، رابع، لمده كام يوم؟ 10 ايام. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيحصل فعلا ان تضمر بصيلات الشعر ولا يحدث نمو لها لمده من 6 شهور لسنه. بكرر ده كل ما بحس ان بدات تظهر. طبعا نادر جدا ان يظهر تاني، ولكن لو ظهر بكرره تاني مره واتنين لغايه ما يحصل ضمور كامل لبصيلات الشعر، ونجد ان احنا منعنا تماما ظهور الشعر في هذا المكان او ظهور الشعر غير المستحب في هذا المكان تماما، لن يظهر شعر مره اخرى في هذا المكان بعد استخدامه وتكراره اذا احتاجنا التكرار بهذه الطريقه. أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى ليكم الفائدة، وأتمنى أن أنا أكون النهاردة قدمت حاجة أو شيء مفيد يكون إضافة. أتمنى لكم صحة وفيرة ودوام الصحة. أشكركم على مشاهدتكم ليا.